اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. انتم تتفرجوا في 10 على 10، الحصه اللي قدمنا لكم فيها برشا نجاحات شباب تونس، ومازلنا ان شاء الله باش نقدموا لكم فيها اليوم والسيزون الجايه بقدره ربي. دونك هوني جيتوا حكيتوا على مشاريعكم، على احلامكم، كيفاش بديتوها، كيفاش حققتوها، لي ستيب اللي مشيتوا فيها، واعطيتوا نصائح زاده للجان اللي حبوا يمشيوا على الخطى نتاعكم. وشفنا برشا قصص نجاح تونسيه ما نجم نكون كان فخوره بها. واليوم فما قصة مزيانة ومحلاها وشبابها على الآخر، وباش تعملوا عليها برشا كيف مع مريم الضبايبي اللي هي مربية أبقار. أهلا وسهلا، مرحبا بك مريومة. عسلامة، مرحبا بك، ميرسي فور لانفيتاسيون. مرحبا عزيزتي، حضوري معاكم. فوالا محلاها مريومة، حاسيلو طفلة هكا شرها مزيانة، مسرارة، كوكيت، تهبل بوزينها. دونك مريومة نتعرفوا عليك شوية قبل ما نحكيو على المشروع نتاعك. باهي، اوكي. مريم الضبايبي، بون عندي زوز اسامي، مريم وروعة، اللي يعرفني أكثر مريم. عمري 24 سنة، باك انفورماتيك، ناشطة في المجتمع المدني، اي بيان سور فلاحة. فلاحة ما شاء الله، وهذه حاجة مزيانة على الآخر. دونك اللي يغزر هكايا المريومة يحسها معناتها كيف تراها أول مرة ما تجيبش فيها معناتها جملة المشروع هذا نتاع تربية أبقار واحد وكل، حسة طفلة فين وهكا أنا كيوت بسم الله وفي ساعة عرفت. دونك مريومة حربية، مريومة عندها حلمة هكا خمت فيها وبدات، ولينا عندنا مشروع نتاع تربية أبقار. إجا نحكيو على المشروع من الأول بالكل، كيفاه ضربت في مخك الفكرة؟ باهي، كيما قلت لك باك انفورماتيك، ما خذيتش الباك نتاعي، حبست من الباك. بقيت عرفت هكا البيريود نتاع اش باش نعمل، شنو باش نعاود الباك، مانيش باش نعاود، باش نبقى هكي نستنى وكل. ما ظهرلكش تعاودوا؟ لا، عودت وحسيرو ديما نحكيها انا والبك قصة حب من طرف واحد، يعني نحب وما يحبنيش الله غالب. دونك كهو بقيت كاش باش نعمل، اش باش نعمل، اش نعمل، بيسك بابا فلاح، قلت بوركوا با هاكا نعمل مشروع فلاحة ونخليه، يعني اوكي كان جاتني خدمة ولا فرصة أخرى نخدم. مشيت عرفت هكيك جوست تعديت وقت وكل، مشيت عملت فورماسيون 3 شهور ونص في سنتر في الكيف. ايوا من وقتها بدات الحكايه. مازلنا باش نحكيو الحكايه، اما قبل خلي نشوفوا الروبورتاج هذا الخاص بك انت مريومه ونرجعوا نحكيو. تفضلي. فما ناس الفشل في اجتياز امتحان ما كان سبب في استسلامهم واحباط عزائمهم، وفما ناس الفشل بالنسبة لهم هو بداية النجاح. ضيفتنا اليوم هي أكبر مثال على الكلام هذا، مريم الضبايبي. ما تمكنتش من النجاح في امتحان البكالوريا، فكان فشلها في اجتياز هذا الامتحان حافز لها لبداية مشروعها في تربية الأبقار. مريم بدأت بأربع بقرات وتوا عندها فيرما كاملة فيها الدجاج والنحل والبقر، وهي اليوم أصبحت قدوة لعديد الشبان في عمرها اللي يحبوا يستثمروا في أنفسهم ويطوروا من رواحهم. أهم التحديات وكيفاش مريم بدأت وين ناوية توصل تتعرفوا عليها اليوم مع ضيفتنا ومع سيهان. سيلو وين تفل الشخط شخط محلي الجو نتاع الطبيعه والكيف. اما قبل ما ندخل معاك في لي ديتاي نتاع المشروع نتاعك مريومه، خلي بربي ساعه بور كومونسي نقول الف مبروك للناس اللي نجحت في الباك، الناس اللي تعبت وخدمت على رواحها وفي الاخر تحصلت على نتيجه اللي هي تستنى فيها، الناس اللي طاحت كنترول والا الناس اللي ما نجحتش. بربي اسمعوا مليح مليح مليح، التجربه نتاع مريم راهو الدنيا ما تقفش على شهاده البكالوريا، فما شكون معناتها مره واثنين وثلاثه واربعه وما خلطش، وهذاك حد جهيد وسبحان ربي على خاطر كاتب لك راهو في بلاصه اخرى في حاجه اخرى. ما تقفش الدنيا، ما خسرنا حد شيء، هو مفتاح من المفاتح نتاع البيبان نجم نقابلوها في الثنيه معناتها في دنيتنا، ما تحصلناش عليها سي با غراف، نعمل فورماسيون ونجم نتالق وننجح
وحطوا في مخاخكم اللي عنده شهية توا حتى لو كانت معناتها ماخذينها من جامعات وقرينا برشا برشا مش الخدمة الكل ديما متوفرة، راهو فما عباد بشهايدهم مشاو عملوا مرة أخرى فورماسيون في حاجة أخرى وبدلوا معناتها جملة الميدان الاختصاص نتاعهم، لذا راهي ما وقفتش الدنيا. ألف مبروك مرة أخرى الناس الناجحين، إن شاء الله بالتوفيق ليكم، والناس اللي ما نجحوش أكيد أكيد فما ثنية أخرى راهو أكيد باش تنجحوا فيها، توكلوا على الله، خموا ألقاوها وبقت ربي لاباس. أيا مريم أي. اوكي بون كيف ما قلت انت ان شاء الله مبروك للناجحين وكل، اما او ميم طون ما نسوش اللي الباك ماهوش كل شيء، انا كان جيت خديت الباك وكان جيت نجحت في الباك ممكن توا راني مانيش لهنا، راني ما وصلتش اللي وصلت له ني توا معناتها مش راك بطل ومدبرمه فوالا راني بطل ومدبرمه ويمكن اكثر حتى وبشهادتك فوالا وبشهادتي دونك فوالا كيما كنت تشوف يعني نعيش في عالم هكا صغير مع عائلتي مع بابا معناتها عيله كنا فلاحه، وقت اللي قررت باش نعمل وقتها قرض معناتها مانيش ما عملتش على روحي ولا شري لي بابا ولا فلوس معناتها حاضره، خديت كريدي على معناتها بنك وكل، كانت صعيبه برشا من الاول تعرف اجراءات الاداريه ما فهمش ما اصعب منها، وكجون معناتها كيفيني وقت اللي بديت في عمر 21 سنه لازمك وسع البال وجون وحنا 21 سنه وسع البال وسع البال ما فهمتش مع بعض فوالا وبذاك الكل يعني كبشت كي حبيت اني نوصل واستنيت وصبرت وسمعت كلمه وعديت كلمه وكل، لكن في الاخر كي كبشت وخديت عرفتك كيما نقولوا بعرق جبيني وجبتها يعني فوالا، ومن غاديك بديت ما عطيتهاش من الاول لك معناتها باش تاخذ معناتها الضوء هذا الكل يعني باش تسلط علي، قلت عادي يا فلاحه تخدم مع باباها مع اخوها مع امها مع كل، لكن نلقى برشا عبيد برشا عرفتك الناس الكل كيفاش عملت كيفاش وصلت غاديك شنو هي معناتها لي بروسيدور اللي عملتهم عرفتك كثرة الأسئلة بي أنت في البروجي نتاعك شنو هو توا معناتها جست عندك أبقار تربي فيهم ولا شنو آخر معناتها تعمل كيفاش؟ هو الفيرما فيها البقر خلينا نفهموا بي هو الأساس نخدموا على البقر معناتها عيلة كاملة حليب ولحومات وواحد هذاك عيلة كاملة عن البقر أو ميم طو عندنا كوان دجاج علاش نحل زدت توا ديجا عملت فورماسيون في نحل عملت نحل بيانتو باش نعمل الحلزون الببوش هذاك يعني فيرما فيها كل شيء فهمت معناتها مش كان بقر اما الاساس يعني اللي مركزين عليه المشروع الاكثر اللي هو البقر كهو معناتها اللي كيفاش الستيل دو في سيغتينمون يقول لك واحد فلاح راهو سي با تو روبو معناتها واحد ماهوش مرتاح ومنك راهو باش يقوم الفجاري وراهو باش يرقد في المغرب خاطر يبدا مهدود وتعب واحد وكل وفما برشا لهوه معناتها حتى معناتها البقر نتاعو يبدا لهي بيه يبدا يعرفوا حتى من الصوت نتاعو شنو اللي يبدل فيه فما برشا تنظيف فما احكي لنا على نهارك مثلا هكا كيفاش يتعدى باهي هو من الاول معناتها كنت اول ما جاوا البقرات عرفتك فرحانه بيهم ومتاعي وكل حاسين عرفتك كيما واحد يشري كرهبه ويخرج كل شويه يتفقدها لذيذ حاطين كل مرة نطلع عليه ونمشي نشوفهم لابس ولا عرفت ديما هكاك عرفت نفيق ساعة 3 متاع الصباح ل 4 متاع الصباح كل مرة كيفاه تلقى روحك ساعات تفد تقول علاش يعني باش نعدي نهار كامل معناتها البقر لازمك 24 ساعه وانت بحذاه حتى كان تغيب عليه شويه ليه؟ اي تنجم بقره تولد تنجم بقره تضرب اختها فهمت يعني باش تبقى انت 24 ساعه لازمك تطل ني وقتاش نجمت نعمل ليكيليبر معناتها في المشروع نتاعي وقت اللي بابا معايا او كي نغيب يعوضني بابا يا اخي سامحني ما مش هذوما توكلهم يرقدوا بعد في بعد ليه هو البقر اون جينيرال يتحلب مرتين في النهار في الصباح وفي العشية تفيق في الصباح قبل ما يتحلبوا الصباح وقتاش تاع 5 تاع الصباح الخمسة تاع الصباح في الصيف قبل في الصيف حتى توصل 3 نتاع الصباح على خاطر سخانه لازم الحليب يتهز بكري واضح كمل سهريتك انت تعدى البقره حلبها ورقد بعد ندبل عليك ولازمك تفيق ما دي ساعه اما ساعتين ما ثلاثه تحلب البقره تو ديجا نحكي معك وراهم اكيد يتحلبوا يعني فهمت نهار كامل وكي باش تحلب ماكش باش تحلب هكا هو لازمك تنظف لازمك تتلهي معناتها بالكراج خاطر حليب معناتها ينجم ياخذ الريحه ولازم ونظيف ديما وانت تحك وتغسل لازمك تغسل وتعقم حتى البقر قبل ما تحلب معناتها هو مش نورمالمون بلاصه يقعد فيها البقر وبلاصه نهزوهم نحلبوهم فيها ما هو ريت ماهمش لي الفلاحين الكل ينجموا يعملوا الحكايه صحيح فما فلاح البلاصه اللي يحلب فيها هي نفسها اللي معناتها يرقدوا فيها هي نفسها يعني مع بعض ونحن لا وكعاملين معناتها سيباراسيون وكل حاجه في بلاصتها اما مستحب
انه تحلب في بلاصه ويرقدوا في بلاصه، على خاطر الحليب ديجا يقول لك في الفريجيدير كي تحب تنحي الريحه الخايبه حط الحليب راهو يجبد الروايح. سي فغي. كي انت باش تبيع حليب ومشروع يعني غدوه باش تربح منه ودخل منه فلوس، مش باش تعطيه حليب فاسد ولا حليب فيه ريحه ولا مطعم كيفاش. دونك لازمك تغسل بالباهي بالباهي بالباهي، وتعاود الحاجه هذيك تعاودها ساعتي، تعاود نفس الحكايه ومن بعدك خرجهم يسرحوا. ما تخش تصيف معناتها انت على حساب هكا، ما فماش راحه، ما فماش، لازمك ديما فما شكون معاك. لازم صحيت، لازم او كان غيب بني عوض بابا تعوض امي تعوض خويا هكاك مع بعضنا، فهمت؟ سينو ما نجموش وحدي، كان جيت وحدي ما نجموش الحقيقه. باهي باهي، انت سيغتينمون وقت اللي بديت هي حلمه محلاها وتقول انا ولي عندي بقرات، مو كيك احنا كي نبداو اون سو بروجيت برشا لقدام ونقول باش تولي عندي ونعمل ومشروعي وفيرما ونهز لك البلاصه وكل ونسرحوا مع الحلمه. كيف ما انت كنت متخيلتها في راسها كيف ما توا، قداش عندك انت توا؟ عام. عام كيف ما بديت بالعام؟ في جوي 6 جوي نعمل عام مع البقره. من الاول الحقيقه عرفتك فرحانه بيهم وكل، اما كيما قلت لك ما توقعتش باش تولي هكا، فهمت؟ ما توقعتش اني باش نتحمل مسؤوليه، ما توقعتش اني باش نولي غدوه، اما اون طون فيها فرحه كبيره يعني. كي نمشي غدوه يقولوا لي، كي نقول له مثلا نحب نقضي قضيه يقول لي اي وانت ايش تخدم؟ نقول له فلاح، عرفتي سايب القضيه وسايب كل شيء، فلاحه فلاحه صغرونا فلاحه وما عرفش وريتك، عرفتك الجمله ما عرفش وريتك. دونك لي معناتها يمكن هما صحيح بقرات وحيوانات ومعناتها حاجه على بلاصتها، اي معطوني ممكن حظ كبير ما خديتوش بطريقه اخرى يعني، فهمتني؟ ولد الحمد لله. الحمد لله. دونك انت بديت قلنا عنا البقرات وبديت تتوسع زاده في افكارك انك ابار البقر، قلنا دخلنا شويه مش الجرمين شو اسمه هو الفليلسون الحل والحلزون. حتى الحلزون زاد يظهر لي فيه مخشي به. دونك انت وين عندك في مخك عملت معناتها مخطط وين باش تسوق الحليب نتاعك وين باش تمشي؟ بورتون فما كونكورونس كبيره، ما هيش سهله الحكايه معناتها، وانت في عمرك هكا صحيح ترجع شويه للخبره نتاع ابوك نتاع عائلتك اللي تنجم تعاونك تمشي في ثنيتها طرف، مي كوميم انت باش تعمل اللي كنتي معناتها ثنيه وحدك زاد. اي صحيح، هو مانيش باش نبقى ديما مع بابا، بابا معناتها فيه طبيعه يقول لك عامل على روحك، الوقتاش باش نبقى وراك، الوقتاش باش نبقى مساندتك، لازمك تعمل على روحك، لازم كذا. الحليب ديما مطلوب راه، ديجا برشا يقول لي علاش ما تعملش بيبليسيتي المشروع نتاعي؟ نقول له ما فماش شكون ما تعطيش الحليب، ما نقول لك ما نحبش ناخذ، بالعكس هما اللي يحبوا يطلبوه. لكن اذا كان باش ندخل مثلا حلزون ولا عسل ولا حاجه لازم نعمل على روح. خممت اني نعمل كيما بوان دو فونت في وسط الكيف سنتر، نجيب الحاجات البيو اللي عندي في الفيرما الكل ونحطهم غاديك يعني، عرفتك كي وصيني واحد يقول لي مثلا وينو زميلي بسام الغرايري، وينو يا بسام تبدا في الكيف ها وقالت لك باش تعمل لكم مشروع نتاع نتاع سونتر بيو وجاوك به. فوالا قلت لك معناتها فما برشا يسالوني جيب لي الحليب جيب لي العسل جيب لي درا شنو، قلت بوركوا با يعني نسهل لهم هاكا نجيب لهم البرودوي نحطه لهم في الكيف معناتها كيف سونتر وكل وهكا هاو يعني عرفت ما يبقوش ضربه اثنين او كجيب لي حاجه او كجيب لي حاجه، قلت بوركوا با نسهل لهم نحط لهم معناتها في اي معناتها سور بلاس. حلو حلو هذا كله معناتها وقعدت معناتها تعمل فيه بشوي قاعده تحقق في الخطوات اللي رسمتها. ديجا 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 وربي معانا ربي معانا ان شاء الله. ديجا ديجا لازم هكاك تعلمتها من الاول، اول ما بديت عملت بروجي كنت اندفاعيه برشا وكنت يعني كما تقدرش قضيه اي عليه ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو، بعديك وليت معنا ما نحكيش سيرتو ندرس الحكايه قبل ما نعملها، معناتها خاطر فلوس خاطر هذه راك داخل مش هذيا هك حاجه سهله ولا لا، راهي فلوس ولازمك تدرسها بالبيت وهمتها بالزاده. وي ونشجع العباد تعمل فلاحه ولا بالطبيعه برشا توا برشا مريم يقول لك الفلاحه صعيبه في تونس وما نلقاوش نهار كامل يتشكاو ويتبكاو دايوغ هاك تشوف في سوم العلوش وين وصل معناها وما فماش علفه وما فماش من عشرة. صحيحه الحكايه هذه وانت فلاحه ولا اللي يحب بالحق يجيب العلفه ويهز عليه شو الا البقر نتاعو يسرحوا في الناتور راهو ينجم جست يعمل على روحه شويه برا. هي ايش نقول لك، هي داخله هكا وهكا، راهو صحيح الفلاح يعمل على روحه، فلاح ما يستنى شيء من حتى حد يعني. صحيح الدوله يقول لك تشجع على الفلاحه وكل، لكن ديما الفلاح راه باش يعمل على روحه مهما كان. بالطبيعه معناتها ميساجي معناتها انه معناتها نعملوا على رواحنا، انه ما نستنوا من حتى حد انه يعاوننا وكل، لكن او ميم طون معناتها راهو فما صعوبات في الفلاحه، راهي معناتها ماهيش سهله انك العلفه توا معناتها سورتو علفه البقره غليت على الاخر، كي تجيبش تعمل كليبر ومعناتها والاخيب ولا هو نقولوا كتبت ربي وحاجه هذه من عند ربي، كتشوف انت اللي ما فماش
شيء مطر وما فماش مي وكل تقول انت ايش باش نعمل بيهم برشا بيعوا البقر نتاعهم عاملين ولا كان تشوف ما فماش شكون ما يعرضكش هز البقر نتاعو اللي شدوا واللي كبشوا كانك العارف روحوا راه باش تجي نهار وتفرج وراني مانيش كل ما باش نشد في حاجه ونخسر فيها راني باش نلوحها دونك راهي صحيح صعيبه اما اون ميتون لازمني نكبش كان كل حاجه باش نشد فيها ماهيش باش تنجح باش نسيبها راني ما نوصلش كان كل حاجه باش نسلم فيها نقول لي صايب علي مانيش باش نربح مانيش باش حلو الكلام هذا يكون خارج من عندك انت معناتها شابه تونسيه صغر ونا 24 فلاحه نعرف واش معناتها فلاحه واش معناتها تعبها واش معناتها معناتها تتخيلوا على الاقل شويه صحيح ما عشتوهاش التجربه اما على الاقل تتخيلوها ومحلاك يبدا خارج الكلام من عندك انت معناتها قدوة للعباد اللي بالحق تسلم في كل شيء فاسيلمون سيب هي تعطيني الدنيا الدنيا غليت والدنيا ونهبطوها بكلها صحري بحري وسي في الاخر لك انت الخاسر هذاك راس مال راهو مشروع راهو المشروع مره فيه الربح ومره فيه الخساره والدنيا ماشيه وساعات ربي سبحانه يعوض لك بربح اللي ينسيك في الخساره الكل جوست يفو تونيغ بون ما تكبش تكبش خاطر يا تنجم تنجح مشروعك الملا الجرينتا الجرينتا ديجا برشا معناتها يقولوا لي كيفاش انت كبشتي مشروعك كيما هكا نقول لهم راني الاصرار كي نحب نوصل لحاجه راني نوصل لها مهما كان يعني مش معناها كصعب شويه سي بون سايب وتعدى للي من بعدها كي نحب نكبش باش نوصل للحكايه ذيك راني نوصل للحكايه مريم لو كان ما جاش عندك انت عائلتك ديجا سابقينك وانت لقيت روحك معناتها في فامي فلاحه اصلا معناتها اساسا هل كنت تخمم فيه بروجي هذا ولا لا؟ والله كي اخترت مش على خاطر معناتها بابا فلاح والا حاجه، لا على خاطر معناتها الفلاحه تنجم تخدم معاها حاجه اخرى، ما تربطكش الفلاحه، هذه العبيد معناتها يعرفوها بالبي اما ما يعرفوش كيفاش يستغلوا، كي نمشي نخدم معناتها فلاحه وغدوه يعيطوا لي في حاجه تابعه الدوله تنجم تخدم دوبل فونكسيون معاها الفلاحه، دونك قلت مانيش باش نحبس يعني لهنا، هيا خليني نعمل الفلاحه، وهيك كان جيت خدمه اخرى يعني هكا نعمل، اما ممكن عندي الحظ شويه انه بابا معناتها الارضيه مريقله متوفره بالبي معناتها نخدم مرتاحه، ليني كاريه، ليني معناتها الحمد لله جوست بابا في حاجه قال لي راني ما نشريلكش البقر. اميره كيفاش عملت البقر؟ اعمل كريدي عملت كريدي على روحك خديت قرض والله هي البوك في الحكايه هذيا تعرفش علاش لا منظم تو سامبلومون باش يحسك بالمسؤوليه انت والتيران وهاو عندك وين يصلحوا هاو متوفر نصيحه بجنبك بوك ومعناتها الروح للروح يعطيك ها دونك جوست يكبسك امشي خذ قرض وتخلصوا على روحك باش هكاك بالرسمي انت تحط في قلبك وتحسها وتعرفش معناتها تعبها هي هو اي فلوس وكي تربح من جرتها تقول تيان هذايا بعرقي واش قايه صحيح تشجع تزيد صحيح ابار تزيد تتشجع تفرح تقول الحمد لله او كما معناتها وصلت لحاجه باهيه تحس فلوسك عرفت خاطر كي مدلك بوك ولا امك ولا اي حتى كي تبدا تخدم عند عبد يعني تحسها تقول مش كيما فلوسي مش كيما حاجه تعب عليها دونك بابا من الاول قال لي لا معناتها هذا باش ناخذ لك بفلوسي ما عنديش قال خبيا برا تصرف برا تصرف لا لا يعطي الصحه يعجبني تحيه لي تحيه لي والله تحيه لي ربي يفضله لك سينو انت ما حاولتش معناتها تاخذ ارض تيران اخرى والا تخمم هكا تتوسع وحدك والا تستحق قل تقول لي خلي نجرب حظي في تيران وحدي نشوف بعيد عليهم يعني على شويه مش بعيد عليهم معناتها جوست تيران قريب لهم مش في نفس هي تيران. هي ايش نقول لك حبيت نبعد معناتها مش بعيده شويه حبيت نخرج من الكيف كاريمون عليه كاريمون مش باش نبعد عليهم الحقيقه مش بنيت اني نبعد على خاطر ليه معناتها بابا وامي كيعلمونا علمونا ديما نخدموا مع بعضنا وعرفتك الحاجه مقسمه علينا كلهم ما نجيش نطول لي صغيره في العيله نفرق عيله كامله ليه معناتها ماهيش هذيك البيوت نتاعي اما حبيت اني ما نبقاش في الكيف معناتها بلي صعيبه شنو الصعيب فيها؟ عرفت كي يبدا طقس اول حاجه البلاصه اللي احنا فيها ما فيهاش الماء يعني فهمت صعب حبيت نبدل عرفت نبعد كومبليتمون نشوف بنزرت نشوف نيبل نشوف البلايص هذوك عين دراهم مش تحفونا لتربيه البقر كيف؟ العين دراهم ما نجمش نربي فيها بقر تثلج نبقى بارد عليهم معناها لا ديما معناتها نشوف هكا خير والاقرب معناتها بنزرت اقرب معناتها للبقر خاطر ديجا بقراتي جايبتهم من بنزرت وكل يعني اوكا تبعد غاديك خير وكي مشيت وريت معناتها الارض نتاع بنزرت راويه بالبيه يعني تساعدني فهمت كذا نزرع صحيح. وكل والبقر معناتها اكثريته حشيش اذا كان تعطيه الحشيش راوي يحلب لك بالبي دونك خممت في الكوتي هذيك يعني اني راني كي باش نبعد راني
باش نزيد في المشروع مش باش نستقل لوحدي. باهي وسينو انت عندك بيجي اللي باش تنجم تكري بيه ارض خاطر هوني كي باش نحكي وباش ننقلوا البقره نتاعنا يعني وكل راهو مصروف. اي مصروف انت حاضره تنجم تقدم على المصروف هذاك بعد عام بركه من اللي بديت البروجي نتاعك. لا الحقيقه لا بور لو مومون لا ولا وكونتر اني نكري. ما نحبش الكراء. مش باش تشري ارض معناتها نشري اي ما هو في الفلاحه امي عايشك في الفلاحه زاد عندك القرض عقار يعني تنجم تاخذ ارض وكل ما نحبش الكراء الحقيقه عندك الحق انا معاك تبقى كل شهر نخرج من ارضي ومني باش نخلص وكيفاش تلقى عندك كريدي من هنا وكري من هنا يعني تولي ما عادش داخله في الربح لازم ندرسها بالباهي صحيح ومن بعدك ادرسها برافو عليك وسينو ما خممتش معناتها انك تعمل تحويل نتاع المنتوج نتاع البقر هاوش بونيت مطلوب برشا على فكره الحليب بانواع ودرا شنو كالقوتا وكل الحكايات هذيك ما عملتش فيها فورماسيون والله ما عملتش تكوين عندنا الخبره خاطر في الدار معناتها كل مره كنجربوا حاجه هيك قوتا هيك جبن هكا شنو وكيفاش تطلع برب والله تطلع مريقله سما كيفاه عاد كيفاه عيله كامله فلاحه باش تطلع حاجه ولا حاجه دونك خممت الحقيقه وكيما قلت لك حبيت نحل بوانت فونت اون ميم طون فيها البوانت فونت هذه فيها الجبونات اما معناتها مشروع كيما كيكا ما تخش عليه ديريكت لازم معناتها عرفت نخمم فيها بالباهي بالباهي ونالي ولازمك برشا نومبر نتاع بقر باش تجيب برشا ايترات حليب معناتها كل انت زازيك توا الحليب باش تخدم به هكا ولا لا؟ هكا وهكا لا مازلت لا لا ما يسالش حبيت النهار اللي خممت اني نعمل معناتها جبونات نزيد جبن وكل يبدا عندي عدد نتاع بقر نجم نبقى نبيع في الحليب او ميم طون نبدل الجبونات يعني هكا وهكا خاطر انت كي باش تحل بوانت فونت في وسط البلاد اليوم تخدم غدا ما تخدمش صحيح اليوم جاتك العباد غدا ما جاتش كي باش نسيب الحليب معناتها ما عادش نقدمه للفورنيسور هذاك ونخليه كله الجبونات نجم غدا ما يدخليش الفلوس دونك نخلي ميم كونتيتي تمشي معناتها للفورنيسور هذاك والكونتيتي اللي باقيه نخليها جبونات فما روحك المفيد شنو قاعده تعمل سطرتهم ان شاء الله الحمد لله ستر الله عايشكم سطر سينو فما دوتر فورماسيون تنجم تعملهم كل مره هو يقول لك ديما في صنعه واحد كيبدا عنده صنعه ديما يمشي يعمل تكوين ويجدد وكل مره يتعلم حاجه جديده كل مره يتعلم في البقر شنو نجموا نتعلموا شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم كل مره ونتبعوا باش نجموا نفهموا والا نحسنوا في الانتاجيه والمنتوج نتاع البقر نتاعنا هو فما دي فورماسيون معناتها كيفاش باش نوكل البقر نتاعي شنو معناتها الحاجات اللي تزيد البقر الحليب؟ عطينا دي زانفورماسيون ورينا نورنا معاك هما فما دي فورماسيون هي معروفه معناتها ياكل الحشيش لازم الماء معناتها موجود ليه معناتها 24 ساعه ل 24 ساعه ما تحوسش عليه الماء اكل قرط تبن وكل لكن فما عباد ما تعرفش الكونتيتي اللي لازم تقدمها يقول لك ما نجحتش في مشروعي مثلا البقر نتاعي ما عشرليش ولا ضعف لي ولا حاجه هذاك معناتها ينجر على شنو انه هو ما يعرفش يوكل فما دي فورماسيون يعملوهم تمشي معناتها نتاع جمعتين يقول لك هاو كيفاش توكل البقر نتاعك هاي الكونتيتي اللي تعطيها هاو كيفاش تتلهي بيه فما الامراض زايدة ساعات البقره معناتها الحيوان راهو من اصعب الحاجات معناتها كي يمرض لك ما تفهموش كي تبدا ما تبداش عندك خبره ما تفهموش حتى ما تعرفش اش بيه بالحق صحيت ما تعرفش اش بيه ساعات صارت لي ديجا من البقره وانت تعيط الفيتو ويجي بربي جات فقد يجي الفيتيرينير نجم اليوم يقول لك مانيش ديسبونيبل راني في البلاصه كذا استنيني الغدوه الحيوان ما يستناش فهمتني دونك اوكي تبقى لازمك دي فورماسيون لازمك تتعلم سورتو الخبره راهي الفلاحه مش دي فورماسيون الحقيقه الفلاحه اكسبيريونس لازمك تتعلم اكسبيريونس وحاجه اخرى نتصور اللي فيها برشا محبه مش الناس الكل راهي قد الفلاحه فما واحد يمشي شيخ هكا يتفرج في شويه اراضي واحد يرى شويه حيوانات يعمل كيف هكا يتفرد وسي بون يروح اما الفلاح صحيح وصندي معناتها باش ينجم يكمل هكا القدام لازم عنده سفل وعنده برشا محبه بالحق شيخ على الحاجه اللي يعملها باش ينجح فيها وهي دايوغ الباز نتاع كل حاجه عبد ينجح فيها هي الحب محبه برشا محبه يا اخوي صحيح انت معناتها ما لقيتش روحك مجبوره معناتها فينالمون حبيتها لا لا حبيتها و بالرغم تعبها وتعرفوا تعبها من قبل نعرف التعب ونشوف بابا يفيق الصباح كي كنا نقراو سورتو هو امي يمكن امي تعبت اكثر على خاطر عرفت مرا ومسكين ولا تفيق تخلينا عرفت رقدين وتفيق الصباح تمشي عرفت تحلب البقره ترجع طيب لنا الفطور ربي يفضلها وكنا نفيقوا ونشوفوهم من بعديك كي يقولوا لي انت هكريت هذا كله واخترت
اي اخترت على خاطر هما مرتاحين، على خاطر معناتها خدمت عند العبيد وجربت اني نتحط معناتها تحت عبيد تخدم شهر كامل وبعد يجي يمد لك حتى شيء. صحيح يجيك يمد لك حتى شيء. اي الوقتاش باش نبقى نفسيا هكيك. تكون مرتاح كي تخدم معناتها لازمني نخدم مرتاحه ونخدم معناتها في رزقي وقاعده نزيد روحي مانيش نزيد للعبيد، اخي نخدم نخدم وننجح العبيد وناش بيني ما دامني عندي دين وساكن هي عبيد فوالا عبيد معناتها معناتها ما عندها حتى شيء نجم نقولوا نجحت، فما بالك نحن معناتها شبينا. شنو ان شاء الله عندك مشاريع مستقبليه تخمم فيها مريم؟ والله هي البوان دو فونت هي اكثر حاجه مركز عليها بور لو مومون ان شاء الله، على خاطر معناتها كل حاجه عندي في الدار بجست باش نمبلاج ونحطها معناتها نبيعها وكل ذيك اكثر حاجه مركز عليها بور لو مومون ونخدم عليها وكها. ونحلاتي سيرتو خاطر من الاول كي حبيت بقر حبيت نحل اي حبيت نحل كعالم نحل وني عرفتي من العباد اللي نتنتس ياسر وكي نشوف حاجه نحب نجربها عرفتي كنبقى شنيا ذيك لازم نجرب من الاول كي حبيت نحل صحيت العباد يقولوا لي خشنيه نحل مو صندوق وتجيب لك العسل لا سي با فري ريتها فوالا من الاول حبيت نحل مالوريزمون ما لقيتش بلاصه عملت البكار ومن بعد رجعت للنحل الحمد لله المفيد في الاخر احلامنا نحققوها واللي خممنا فيه بقدره ربي ان شاء الله نوصلوا له بالتوفيق ليك يا مريم الضبايبي مربيه ابقار برافو يعطيك الف صحه مثال الطفله اللي كي ما خذتش الباك ما سلمتش وشدت في الحلم نتاعها وبقدره ربي ان شاء الله توصل اعلى المراتب يا ربي هذا مش يعني انه الشهاده راهي ماهيش مهمة راهي مهمة وجدا ونشجعوا على الاخر على الشهيد ونشجعوا على القراية والدراسة وكل اما اللي ما اسعفوش الحظ وقفتش الدنيا هذه هي الحكاية. ميرسي بوكو مريوم على دورك بحذانا يا مبوزينك محليك بالتوفيق ليك يا ربي ان شاء الله تجيب حذانا في سيزون جديدة وتحكي لنا على نجاحات اخرى ان شاء الله ونتعداو احنا توا مع زميلنا مروان سنين في نجاحات تونسية تفضلوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة نجاحات تونسية واللي نستهلوها بتطوير مجموعة من المهندسين التونسيين لجهاز محمول للتحليل الطبي يعمل بالذكاء الاصطناعي باش يمكن من إجراء فحوصات للمرضى وتشخيص حالتهم الصحية ومراقبتها عن بعد دون الحاجة لتنقلهم للمستشفيات. ومن المنتظر أن يحدث هذا الجهاز الفريد من نوعه واللي فاز بعديد الجوائز من الابتكار قفزة نوعية في مجال الطب عن بعد وتجرى حاليا تجربته في كل من كندا والمملكة المتحدة. هذا الجهاز أطلق عليه اسم لايف بوكس ما يتجاوز وزنه 400 جرام يمتلك قدرات فريدة لإجراء القياسات الطبية من خلال عدد من المجسات المرتبطة به ثم تحليلها وإرسالها إلى الطبيب عبر شبكات الاتصالات. منطلق الفكرة يرجع لسنة 2017 وقد تم ابتكار سماعة طبية ذكية تمكن الطبيب من قياسات نبضات قلب المريض عن بعد، ثم تطورت الفكرة نحو تصميم جهاز متكامل يتيح أخذ جميع القياسات اللي يحتاجها الطبيب عن بعد كنبضات القلب ودرجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم وذلك دون الحاجة لتنقل المريض. ومن مزايا هذا الجهاز هو أنه صمم ليوفر للمريض نفس المعدات المستخدمة في المؤسسات الاستشفائية الصحية ويمكنه من أخذ القياسات الطبية اللازمة بنفسه ثم نقل هذه المعطيات عبر شبكات الاتصال بوسائط متعددة إلى الإطار الطبي المباشر لحالته. ويمكن ربط الجهاز بالهاتف أو الحاسوب وكذلك بأجهزة المراقبة الطبية والاستشعار المعهودة لدى الأطباء. ويحتوي على المجسات وهي عبارة عن أدوات لقياس ضغط الدم والحرارة مع كاميرا في حال الحاجة إلى التشخيص البصري وسماعة طبية ذكية لتسجيل نبضات القلب إضافة إلى أداة لتخطيط القلب. هذا وقد حصل مؤخرا هذا الجهاز على براءة الاختراع ولقى اهتمام واسع في الأوساط الطبية الأكاديمية وقد اختير العام الماضي من بين أهم المشاريع الصحية الرقمية في كندا وهو ما مكنه من الحصول على تمويل من الحكومة الكندية. وفي موضوع آخر تم اختيار الدكتور التونسي معز لميم من قبل مجلس إدارة جامعة شمال فلوريدا ليكون رئيسا للجامعة. ويشغل الدكتور معز لميم منصب العميد من كلية مومع للأعمال بجامعة فلوريدا وهو مسؤول عن الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية للكلية التي تخدم أكثر من 7000 طالب في 3 أحرام جامعية. ويحظى الدكتور معز لميم بتقدير أكاديمي عالي في أمريكا الشمالية. ما
ميرسي مريون على المعلومات هذه، على التجارب اللي قدمتها لنا، التجارب التونسيه الناجحه في مختلف بقاع العالم. ونتوا بحذية ايمن بن سليمان، مستشار دولي في التحول الرقمي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. عايشك سيهام، مرحبا بك ومرحبا بكافه الفريق العامل. عايشك. دونك ايمن، احنا نعيش اليوم على وقع معناتها امتحانات البكالوريا، والناس اللي نجحت في البكالوريا الحمد لله عليكم وان شاء الله مبروك نجاحكم. بالنسبه للناس الاخرين بيان سور اللي ما نجحوش والا معناتها طاحوا كنترول، ان شاء الله ربي سهل، وان شاء الله في مناسبات اخرى تقراوا شويه على رواحكم، نكبسوا شويه وبقوت ربي لاباس. واللي ما اسعفوش الحظ راهي ما وفاتش الدنيا، اقعدوا تبعوا واسمعوا معنا باش تفهموا مليح شنو هي الحكايه. دونك اليوم بويسك فما قلنا احنا امتحانات البكالوريا، باش نحكيو على الاختصاصات الواعده في مجال التكنولوجيا. صحيح. ايمن، العباد الكل توا ولات فاق كبيره، والعباد الكل ماشيه اللي هذا تسمع بيه واحد انجينيور انفورماتيك، الاخر من عشنية خويا انا انجينيور لوجي اسمه هو جيني لوجيسيال. العباد الكل معناتها كل واحد ماشي في الثنيه هذه، معناتها ولات العباد مغرومة ياسر بالذكاء الجديد هذايا، والعباد الكل قاعدة تتوجه للاختصاصات هذايا. دونك شنو هي أهم الاختصاصات اللي نجموا يمشيوا لها الطلبة بعد ما سيتحصلوا على الشهادة نتاعهم، ومجال بالحق يلقاو فيه خدمة نهار آخر؟ هو من المجالات اللي فيها غرام كبير، يعني غرام كبير ينطلق من الصغرى، هو مجال التكنولوجيا. اليوم إذا لاحظتوا كونوا صغيراتنا من عمر 5-6 سنين تلقاهم مغرومين برشا بالتكنولوجيا ومتعلقين بالتكنولوجيا والتكنولوجيكال ديفايسز، والناس تعرف تستعمل الهاتف الجوال، تعرف تستعمل ليزورديناتور، تعرف تستعمل يعني لي تابليت، وهذا شيء يساهم في تطوير الغرام هذايا بالتكنولوجيا. كيف زاد المجال هذايا من المجالات القليله اليوم في مش في بلادنا برك، في العالم الكل اللي عليها طلب كبير في سوق الشغل. يعني فما برشا عروض شغل في ميدان التكنولوجيا، والميدان هذا قاعد يتطور شيئا فشيئا، وقاعد زاد يساهم في خروج برشا كفاءات اليوم تونسيه الى الخارج. اليوم باش نحكيو على الناس اللي خذوا الباك ساعه والحاجه اللي برشا منهم، خاصه من الناس اللي مشات في شعبه علوم العالميه، والناس اللي مشات في الشعب العالميه الاخرى، حتى سيانتيفيك الاخرين ينجموا يتواجهوا بعد. شنو هما المجالات؟ نحكيو بصفه عامه على المجالات التكنولوجيه اللي فيها افاق واعده كبيره وفيها مستقبلا طلبات شغل كثيره. المجالات هذه تنجم تخول زاد للناس اللي يطمحوا في يوم من الايام كونهم يخرجوا للخارج ويخدموا في ميدان التكنولوجيا. المجالات هذه عليها طلب مش في تونس برك، لكن في العالم الكل. من اهم المجالات اللي نجموا نبداو بها هو مجال مثلا تطوير البرمجيات والتطبيقات الالكترونيه. المجال هذايا يعني نجموا نتعلموا فيه لي لونغاج انفورماتيك، لي لونغاج دو بروغراماسيون، واللي يخليه البروفيل اللي يتبع تطوير البرمجيات ينجم يكون بوليفالون ونجم يخدم في اي مجال ولا في اي شركه. المجال الثاني اللي هو توندونس برشا الايامات هذوما اللي نحكيو عليه الناس الكل هو مجال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم فما ثوره كبيره قاعده صايره في الذكاء الاصطناعي في العالم، والذكاء الاصطناعي في العالم الكل بالطبيعه. والذكاء الاصطناعي اليوم مارغريكو في تونس نحسوا كونه مازال من الناحيه الدراسيه ولا من الناحيه الجامعيه مازال في اول الخطوات نتاعو، ولكنه مجال واعد برشا وينجم يحل افاق كبيره للناس اللي تختاروا. من بين لي سبيسياليتي اللي موجودين في الذكاء الاصطناعي نحكيو على الماشين ليرنينغ، نحكيو على الديب ليرنينغ التعلم العميق، نحكيو على الان ال بي، نحكيو على لي موديل دو لانجاج لارج لانجوج موديل اللي هو ضار برشا تو كيما لو موديل لانجويستيك اللي موجود في شات جي بي تي. المجالات هذيا تنجم تكون عندها مستقبل كبير. المجال الثالث اللي هو ما يقلش اهميه هو الامن السيبراني او الامن المعلوماتي. نحكيو على السايبر سيكيوريتي، كيما تعرفوا اي مجال اليوم يستخدم فيه في الانفورماتيك يستحق الى الامن. يسحق الى الناحيه الامنيه. فسيبر سيكوريتي والسايبر سيكوريتي هو كيف زاد مجال واعد. نحكيو زاد على البلوك تشين هي تكنولوجيا جديده نستعملوها برشا في الفاينتك، يعني في القطاع الماليه. والمجال هذا ينجم يطور البرمجه تاع نقل الملكيه، ونجم يعطينا انتراسابيليتي، يعني سواء كان الفلوس ولا العقارات ولا الذهب اللي قاعد يدور في المعاملات الالكترونيه وفي التجاره الالكترونيه في العالم الكل.
والمجال هذا قاعد يتطور برشا خاصة في القطاع البنكي. يعني اليوم نشوفوا لي سيستيم دافورماسيون، أغلبية لي سيستيم دافورماسيون اللي موجودين في القطاع البنكي مخدومين بتكنولوجيا البلوك تشين، وفما طلب عالمي كبير على التكنولوجيا هذه. نحكيو زاد على علم البيانات وما أدراك ما علم البيانات. علم البيانات هي داتا ساينس. يعني اليوم البلدان اللي تحتكر التكنولوجيا قاعدين يعملوا في حرب كبيرة في العالم الكل على حق البيانات، يعني على ملكية البيانات. يعني التكنولوجيا اليوم من غير بيانات ما تنفعنا في حتى شيء. شو معناها بيانات؟ من بيانات هي الداتا، هي الداتا يعني هي المعلومات اللي تخصني انا وتخصك انت وتخص اي مستخدم وتخص الشركات باغ اكزومبل وتخص الشركات وتخص وتخص المستخدمين والناس المستهلكين اللي في السوق. الداتا تنجم تعطينا ان فيجواليزاسيون على حاجيات السوق على على متطلبات المستهلكين، وتنجم تعطينا دي استراتيجي لون تيرم على طريق طرق التسويق والحاجيات عامه نتاع المستهلكين. في مجال الداتا فما عديد الاختصاصات. نحكيو مثلا على الداتا ساينس، داتا ساينس اللي هي موجوده تتقرر اليوم في جامعات تونسيه. نحكيو على الداتا انجينيرينغ، نحكيو على الداتا اناليست يعني الناس اللي تحلل البيانات. هو البيانات كي ناخذوها يلزم الناس تحللها وتحول البيانات هذيك الى معطيات تنجم تستفيد منها الحكومات، تنجم تستفيد منها الشركات الكبيره، ونجموا يستفيدوا منها يعني الناس اللي يحبوا يسوقوا المنتوج نتاعهم في اي سوق موجوده في العالم اذا نتحصلوا على البيانات نتاعها. كيف زاد نحكيوا على الجيمينج. اللي هو مجال مغرومين به برشا تو صغار تو، والمارشي نتاعو كبير برشا، لانه اليوم صعيب ياسر كونك تلقى طفل بين 6 وال 15 سنه او 6 و 18 سنه ما همش مغرومين بالالعاب. وتطوير الالعاب وتصميمها هو يعني مجال واعد برشا وقاعد يدخل في برشا فلوس. وحتى الناس اللي تلعب، يعني نحكيو مش على التطوير برك، حتى الناس اللي تلعب يعني تساهم في تطوير الالعاب هذيك، تساهم في تطوير الالعاب وينجموا يدخلوا منها فلوس. نلعب وندخل فلوس، نجم تلعب وتدخل فلوس، نجم تشارك في مسابقات دوليه. فما ناس تستغل اليوم موجودين في تونس، ناس تستغل لو فيت كونهم دي جيمر معروفين وعندهم خبره باش بور اليمونتي لاشين يوتيوب نتاعهم ولا دي يوتيوبر ويخلقوا محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي. نحكيو زاد على حاجه جديده، اسمها الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لا رياليتي اوغمونتي اي لا رياليتي فيرتوييل. هذه حاجات عندها منافع كبيره خاصه مثلا في المجال السياحي. يعني اليوم اذا نحكيو مثلا على متحف برد ولا على ان سيت اركيولوجيك موجود في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، نجم الواقع الافتراضي يهزنا للسيت هذاك، نجم نكتشفوه من غير ما نزوروه عن طريق الكاسك في ار. يعني كاسك في ار فما تقنيات اللي تنجم تخدم الواقع الافتراضي، وتجب تعمل اون فيزيت فيرتويل في اي مكان موجود في العالم بتقنيه الواقع الافتراضي وبالكاسك في ار. هذيك الكاسك اللي يلبسوها ويعملوا بها تحويسه حاسيلو نجموا نستخدموها في الالعاب. رياليتي اوغمونتي نجموا نستخدموها في الالعاب، نجموا نستخدموها زاد في المجال السياحي عن طريق زياره المواقع الاثريه وكل شيء. كل شيء نجم نمشيو لاي بلاصه واحنا موجودين في ديارنا قاعدين ونعيشوا بالحق ومنديرين نتحركوا كاسك في ار ونسحقوا لا بلاتفورم اللي هي توفر الخدمه هذه. دونك الواقع الافتراضي والواقع المعزز داخل بقوه في عديد المجالات وخاصه في مجالات الالعاب. نحكيو زاد على البيزنس انتليجنس، يعني في مجال الاعمال في المجال الاقتصادي نحكيو على البيزنس انتليجنس، معروفه هي اليوم في تونس بالبي اي. البيزنس انتليجنس قاعده تدرس اليوم في العديد من الجامعات، وعندنا برشا كفاءات داير في تونس اللي درسوا المجال هذايا وتخرجوا قاعدين يخدموا في تونس، واغلبيتهم بطبيعه موجودين لبرا. البيزنس انتليجنس قاعد يساهم برشا في تطوير الاقتصاد وتطوير نظم العمل في الشركات، خاصه منها الشركات الكبيره اللي تخمم ديما على المدى المتوسط والمدى البعيد. نحكيو زاد على اختصاص اليوم اقتحم مجال الصناعي مثلا بقوه اللي هو الروبوتيك. الروبوتيك والاوتومات، يعني الروبوتيك والاتمته. الروبوتيك اليوم اقتحم بصفه معناتها كبيره المجال الصناعي. اليوم نحكيو على اندستري 4.0،
لاندستري الجيل الرابع اللي هي تطورت برشا ولات تستغني اكثر على اليد العامله التقليديه الكلاسيكيه وقاعده تعوض فيها بروبوتات. يعني الروبوتات قاعده تخدم في كل شيء اليوم في المعامل، يعني جوست الدور البشري قاعد يقتصر على الدور التنسيقي يعني بين مراحل العمل وبين مختلف يعني ليزيتاب اندستريال. روبوتيك زاد اليوم ماهوش حكر على المجال الصناعي برك، اليوم فما عندنا وليدات صغيرات مغرومين برشا بالروبوتيك، فما ظاهره زاد انتشرت هي ظاهره صحيه برشا ونعتبرها حاجه ممتازه اللي هي اللي هما الكلوب نتاع روبوتيك وكل الكلوب دو روبوتيك اللي موجودين في تونس واللي قاعدين ياخذوا في رواج كبير برشا. انا اصيل قليبي ونعرف فما ان كلوب دو روبوتيك غادي اللي ما لقاش كيفاش يلبي الحاجيات نتاع الناس اللي تحب تقرا، وكي تجي تشوف الكاتيجوري داج يعني كلهم صغيرات عمرهم بين ساعات 8 9 سنوات حتى شي 18 سنه. اليوم صغيرات التوانسه قاعدين يشاركوا في الكلوب روبوتيك وقاعدين يشاركوا في مسابقات دوليه وقاعدين ياخذوا في دي بري انترناسيونال. وانا نعتبرها الحقيقه نشجع كل انسان ولده مغروم بالتكنولوجيا كونه يحط ولده في حتى لو كان مش مغروم يمشي يهزوا مره الكلوب يعمل طلع خليه يشوف بالك شي وقتها يتغرم ينجم يتغرم. انا نشوف انا ديما نامن كونه التكنولوجيا والانفورماتيك والروبوتيك ذوما حاجات راهم غرام، كيما انسان يطلع مغروم بالسبور ولا مغروم بالكوره ينجم يطلع مغروم بالتكنولوجيا. سي فري. وهذا شيء نجم نحسوه يعني من سلوك صغير من سلوك الطفل وهو صغير. والتبربيش تلقاهم. بالضبط. فما اطفال يميلوا اكثر للتبربيش، فما اطفال يميلوا اكثر. اما اكثريه الاطفال نتاعنا توا ايمن نحسوهم معناتها صغيرات كلها مغرومه، اللي هنا تقول انا كان دخلوا صغار الكل ملي عملهم ثلاث سنين الواحد تاع روبوتيك توا ينجحوا نجاح باهر، تلمو يبربشوا تلمو يفتشوا تلمو معناتها ils sont très curieux. وتوا تليفون يا اخي ان بيبي امان يشد لك تابلت ولا يشد لك سمارت فون ولا حاجه راهو بصبعه معناتها ويعرف شو يعمل اوتوماتيكمون، ما تقول كانه متعدي له في الحليب كوا، فهمت؟ صحيح. تحس الصغير صاير مبرمج. هو الحقيقه سهام دور الوالدين لهنا هو مهم برشا، دور الوالدين كيفاش نأطروا الصغير نتاعنا باش يعرف كيفاش يستعمل الادوات اللي موجوده قدامه، يعرف كيفاش يستعمل الهاتف الجوال من غير ما يضر روحه. الوقت زاد نتاع استعمال الهاتف الجوال بوغ انفون وكل فما و... فما فما بروجرام فما بروجرام يعني في يوتيوب مثلا سيكوريتي زاد واحد ودنيا كل ما تتنجم تحدد الاستعمال على اساس استعمال الاطفال يعني. ولكن ديما رقابه الوالدين وتاطيرهم مهمه برشا. وانا نعتبر زادا كونه في المناهج التربويه وخاصه يعني في التعليم الاساسي وفي التعليم الابتدائي يلزمنا رانا ندرسوا الثقافه الرقميه للوليدات الصغار، يعني الوليدات الصغار ملي يحلوا عينيهم الاج دو 5 ولا دو 4 ان يحل عينيه على تليفون بوه ولا تليفون امه، يحل عينيه على سمارت تي في اللي هي كونكتي على الانترنت وكونكتي على يعني على المنصات الرقميه اللي موجوده في العالم الكل. ينجم زاد كي يكبر شويه ينجم يولي يستعمل لورديناتور، والورديناتور تنجم انت تاخذه لولدك على اساس هو يعني حاجه باش يقرا بها ينجم يستعملها لحاجات اخرى. دونك التاطير لازم. وانا من رايي فما ماده يلزمها تتقرى للصغار الكل في المستوى الابتدائي والمستوى الاساسي هي ماده الثقافه الرقميه، يعني يلزمنا نعلموا صغارنا كيفاش يتعلم يستنفع من لي ديفايس من الادوات اللي موجودين عنده من غير ما يدخل في امور اخرى ويضيع وتولي العكس معناتها تولي حتى مضره صحيه ومضره نفسانيه. يعني اليوم فما دي زابليكاسيون فما دي جو فما دي فيديو اللي نجموا يضروا نفسانيا برشا الصغار في عوض انهم يستنفعوا بها وتنفعهم في حياتهم. داكور ان شاء الله لي بارون هذوما الكل خاطر صغير ما ينجمش يقرر، اما الوالدين هوني ينجموا في الاحاطه نتاعهم ينجموا يوجهوا صغيرهم لثنيه صحيحه وهكا نجموا نلقفوا صغيرنا، واذا فما كلوب نتاع روبوتيك والا حاجه ينجم يهزوا له وغادي كان نجموا ننميوا الموهبه هذه اذا هي اصلا موجوده فيه. دونك احنا مازال الكلام متواصل برشا في الموضوع هذا وما يقفش يا ايمن، اما ما عادش عندنا برشا وقت دونك باش نحاولوا نختصروا على الاخر امان الشمس. احنا داخلين على فصل الصيف وعطله
في فصل الصيف وفي العطلة بكري احنا كنا يعني جيراسيون القديمة شوية احنا منيش كبار برش اما جيراسيون القديمة برش كنا ديما في الصيف نحاولوا كيفاش نقولوها احنا بالدرجة نطروا مصروفنا صحيح نخدموا في الصيف باش باش نشيو لخدمة جديدة باش نفرحوا باش نخدموا من عشوين حاسيلو قبل جينيراسيون القديمة هذيك باش يدبر مصروف باش ندبر مصروفنا باش نرجعوا في العودة المدرسية فوالا بطريقة باهية سيتيرا حسب التكنولوجيا المتطورة فما حاجة أخرى بالضبط توا التكنولوجيا تعطينا برشا برشا حاجات جدد اللي تنجم تخلينا نقعدوا في الدار ونصيفوا لأرواحنا نعوموا في البحر ونتفرهدوا أما نجموا نطروا مصروفنا فما حاجات يعني فما كيف شنو عطينا فيسا 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 فما مؤهلات تقنية ما تطلبش وهوني لازمكم برشا تركيز يا جماعة تنجموا قال لكم تبحروا وتصيفوا وتنطروا مصروفكم ركزوا ما تستحق حتى شيء الحكاية شنو تستحق كونيكسيون انترنت كونيكسيون انترنت هاتف جوال او 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 حاسوب سمارت فون ولا حاسوب مش هاتف جوال هاتف جوال حتى صغيرون هذاك ما يقضيش اما لازم سمارت جوال يقضي اللي احنا نحقروه فما الهواتف الجوال حتى اعطينا شنو نجمو نعملوا باغ اكزومبل فما مهارات فما مهارات اللي نجمو نكتسبوها من غير ما تكون عندنا انفورماسيون كبيره مثلا نحكيو مثلا اليوم على الكوميونيتي مانجمنت يعني اداره الصفحات صفحات التواصل الاجتماعي الكوميونيتي مانجمنت يعني نجمو نديروا بها صفحات كيفاش نعمل انا مثلا قاعده في داري عمري 16 سنه نحب نعمل بالنصيحه اللي انت قلت لي عليها كيسكو جو دو فير نمشي انا نتصل بادمين نتاع باج قولوا باغ اكزومبل لا مش ادمين نتاع باج هما فما ناس فما ناس مثلا دي بوتيك دي بوتيك الناس اللي تخدم في التجاره الناس اللي عندها ان براند الناس اللي عندها دي ريستورون الناس هذوما الكل جينيرالمون يستعملوا للتواصل نتاعهم يستعملوا صفحات التواصل الاجتماعي نجمو نمشيو لهم نجمو اون بروبوز عليهم كيفاش نديروا الصفحات هذيا يعني كيفاش ناخذوا دي فوتو نجمو نعملوا دي استيوس معناها باش بوغمونتي الواحد نتاع الفونت نتاع دي سبونسورينغ دو كيلكو بوبليكاسيون نجمو نخدموا توت اون استراتيجي نجمو نتعلموها على الانترنت هذيا من غير ما تكون عندنا انفورماسيون اكاديميك كبيره ونجمو نطروا مصروفنا اترافير الشيء هذايا لانه جينيرالمون الناس اللي عندهم مشاريع كيما هكا ما عندهمش الوقت باش يتلهوا بالصفحات نتاعهم بالتواصل نتاعهم يلزم انسان ديدي للشيء هذايا والناس هذوما جينيرالمون لي جون ينجموا يعملوهم من غير هما شيخين وعاملين عليها كيف ايمن بن سليمان مستشار دولي في التحول الرقمي ميرسي بوكو بوكو على حضورك بحضنا ميرسي على لي زانفورماسيون نتمنى الناس كل عطله طيبه وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وان شاء الله عيدكم مبروك عيدك مبروك ايمن عايش زين ميرسي بوكو دونك فوالا هاكم فهمتوا من ايمن خذيتوا دي زاستيوس ان شاء الله يا ربي فهمتوا شنو هو اللي ضارب ليامات في الاختصاصات الرقميه كيف لي زونفون زاده والا لي جون اللي عندنا في الدار نجموا ندبروا مصروفنا كان تنسوا شوية على انترنت وتفهموا برشا ديزاستيوس ونتابعوا كلام أيمن بن سليمان تعديوا توا احنا الروبورتاج خاص بضيفتنا الموالية سحر السادفي تفضلوا الكيك ديزاين عالم مثير وجميل وخاصة لذيذ تحب له الكثير من الفن والفيانة والذوق الرفيع مجال فني جدا فيه المنافسة كبيرة برشا الفيصل فيها هو الجودة والقدرة على الابتكار والتطوير ضيفتنا اليوم رغم صعوبة هذا المجال شاءت الأقدار إنها تقتحمه منذ 8 سنين رغم إنها خريجة معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج إلا إنها فضلت بعث مشروعها الخاص سحر الصدفي حاولت قدر الإمكان إنها تثبت روحها في مجال صعيب والتقييم فيه أصعب وبداياتها كانت كمزحة باش تتواصل اليوم وتعمل بها اسم بدايات سحر وخاصة أهم التحديات اللي واجهتها وتواجهها كل يوم باش تتعرفوا عليها مع سحر وسيها
حاجات محليها حاسيل وتشره رتبه وفيانه هكا وتشهيك باش تختص تمشي تاكل. لا وانا ما نحبش الحلو حتى طرف حاسيل. صحه رسات في اهلا وسهلا ومرحبا بك كيك ديزاينر. مرحبا يا اللي نورتنا. دونك باش نحكيو ساعه على البدايات نتاعك. نتعرفوا عليك سحر. اي اسمي سحر ساتشي، عمري 32 سنه، متخرجه من ياشو سي كارتاج، وكاو معناتها تبعت غرامي كيما نقولوا. داكوغ، شنو اللي خليك تمشي لغرامك هذا؟ كيما بكريك سمعت مريم كي حكيت قالت حاك يمكن كان ما خذيت الباك يمكن راهو تبدلت. نقول لها ليه، راهو كل شيء بالكتبه، راهو اني انا خذيت بمونسيون الباك. صحيت وكمان خذيت شهادتك. مشيت للبلاصه اللي نحب نقرا فيها اللي هي شوسي، دونك كانت الاوبجيكتيف نتاعي وقريت فيها وتخرجت وكل شيء مشى كيما انا حبيت. يمكن الوقت اللي تخرجت فيه وقتها مازلت كي بدات الثوره وفات الثوره وكل دونك ما كانوش فما اكسي كبير للغوكريتمون وكل شيء. دونك قعدت كالعوام ما نعمل في حد شيء في الدار، وكان الاوبجيكتيف نتاعي نخدم كي قرايتي معناها اللي تعبت عليها وكل شيء، ومن بعد دخلت في دومينك نتاع الكوجينه وفيك قاعده في الدار معناها. نحب نقول لك حويجه سحر، وللي يشاهدوا فينا بتخ ما خلطوش علينا من الاول ما يعرفوناش مازالوا كي قاعدوا توا يشوفوا في البرنامج بالصدفه، اللي البرنامج هذا يعدي في نجاحات التوانسه اللي بداوا معناتها من الصفر. اش معناتها بداوا من الصفر؟ الناس اللي ما وصلتش تحصلت على الشهائد العليا نتاعها باغ اكزومبل، ولا الناس اللي عندها شهاده عليا وبدلت الاختصاص كومبليتمون. دونك البرنامج هذا يحكي على نجاحات التوانسه اللي ما قعدوش مربعين ايديهم. الناس اللي حفروا بالحق في الحيط باش ينجموا يقلبوا الدنيا ويقلبوا حياتهم وينجحوا، مع ذلك معناتها يتميزوا، مش انهم يشوفوا ثنيه اخرى بركه يبدلوا الاختصاص، نو، اما يتميزوا فيه بالنسبه لناس اخرين. دونك انت مشيت ما قعدتش مربع ايديك، انت من الناس هذوما جيت تحكي لنا على قصه نجاحك اللي ما قعدتش مربع ايديك، خذيت شهادتك وقعدت نتفرج، قلت لي خلي نمشي نعمل الحاجه اللي انت مغرومه بها. اكزاكتومون، المهم تكون مغرومه بها. اكزاكتومون، انا راهو من الاول ما كنتش مغرومه، ما نكذبش عليك. الحلوه كنت قبل فوكاليزي على القرايه ومستقبلي وكل شيء، دونك كي ما مشاش الامور هذاك قلت ما يسالش معناتها ما نربعوش يدينا، هذاك شنو نقول لي جاي. صحيت. راهو معناتها كان ما نجحتش اقرا القرايه باهيه، اني انا ما وصلتش بها لحد شيء معناها صحيح، اما راهي ثقافه باهيه، القرايه ديما تلقاها شهادتك باهيه مهمه. فوالا معناها راه مش خاطر تعبت وقريت ساك باش تطيش هذيك، لا بالعكس نلقاها ومعناتها الثقافه ديما باهيه. حبيت ولا كرهت رانا في وقت ما باش نتعاملوا بها، لازم باش تلقاها، باش تلقى حاجه تعلمتها في الباركور نتاع حياتك الكل اللي انت قريته باش تلقاها باش تفيدك كيلك بار. انا قريه كوميرس دونك لقيت روحي بالعكس معناها نجم، نحن نحكي لك راهو 8 غير ما كانوش فما طوى اللي برشا فما عباد يخدموا كيفنا نحن. نحن 8 غير بديناها بتفدليكا انا واختي، حتى هي عامله بوزار وتخرجنا بريسك فرد عام. دونك هي زاد خدمه دي بتي بولو، انا قلت لي ما نلقى كان الخدمه نتاعي. دونك يحلينا باش فيسبوك ده حتى من دارنا، حتى من امي وبابا ضحكوا عليا قالوا لي شكون باش يجيك للدار ابوغاتواغ في الدار، وقتها ما كانتش معناتها العباد تمشي الباتيسخي ما تمشيش للدار في نهج. دونك حتى هما ضحكوا علينا وقالوا لنا امبوسيبل معناتها امشي وما يسالش، اما راهو ما تحطوش احلام كبيره فهمت. دونك بعد بشويه بشويه معناها تبدلت النظريه وتبدلت العباد، ولاو بالعكس معناها الكليونات نراجعوا لنا، لي غوتور زادوا شجعونا الحمد لله معناها، وزادوا بالعكس الكليونات من الاول بدينا كان جاتو، من بعد ولاو يحبوا نزيدوا حاجات اخرين سالي، ومن بعد لي قالوا لنا زيدوا حلو، دونك ولينا مشينا نقراو باش نزيدوا هكاك كل شيء معناها، يوليو ياخذوا من عندنا كل شيء. دونك انا ديما نشجع سورتو الاولاد ولا البنات، اما الاكثريه الاولاد عندهم يحبوا يا يقراوا يا يكملوا القرايه يقعد يستنى حتى كشي معناتها يلقى خدمه اللي يحب عليها. سحار سكي سور اللي انت قبل ما تلانسي تون بروجي، قبل ما تبدا اساسا حتى باش انك تعمل فورماسيون في معناتها في البروجي هذايا وكل، قعدت خذيت وقت للتفكير باش تشوف روحك انت في شنو تصلح. الوقت هذاك مهم على الاخر، على خاطر هذاك بعد اللي باش تبني عليه هو اللي باش يهزك الثنيه اللي باش تكمل فيها وباش تبني عليه برشا حاجات. بالحق دونك سولون كلك معناتها شنو معناتها شنو الحاجات اللي بنيت عليهم الثنيه هذه، كيفاش اخترت في الاخر اللي انت باش تعمل باش نكمل في تولي كيك ديزاينر كيفاش؟ انا بديت من الاول غرام،
معناها من الاول قعدت في الدار ودخلت في الموند نتاع الكوجينه وكل شيء تغرمت. لقيت روحي ديما حاله يا فيسبوك يا يوتيوب قاعده نتعلم، معناتها نشوف كيفاش لعب سي توت موند. معناها كنت تدخل تتعلم بالرسمي على اليوتيوب حاجه؟ لا انا بديت تعلمت باليوتيوب وتعلمت باللي فورماسيون هذوك، معناتها من بعد تو اللي فما لي فورماسيون اون ليني والكل بديت نتعلم هكاك بشويه بشويه. من بعد كي وصلت نجحت نجحت من الاول، تتهلك لك ثانيه ثالثه يفو با بيسي لي بغا، معناتها لازمك ديما تجرب وتحاول. حافظ الاسود خذيت حويجه من تحت يديك بنينه كي اي دونك بديت هكاك. من بعد تبارك الله المشروع كبر ونحن بديناه بتفادليكا. اختي قاعد قلت لها هاي ولي معايا، ما عادش تخدم لي بتي بولو نتاعك ولي معايا. دونك انا وياها نخدموا انا واختي نجمه تشجي قاعد تخدم دونك جينا في بلاصتها. سينو بدينا بشويه بشويه، معناها اما لوبجيكتيف نتاعنا ديما نحبوا نزيدوا نتعلموا حاجات جدد، ديما نحبوا الكليونات يجيو من الاول خذا جاتو يحب يجي ياخذ كل شيء من عندنا. معناها بدينا بسالي ومن بعد ولينا حلو، معناتها يجي فرح عنده فرح يجي ياخذ من عندنا الكل شيء. والله فكره باهيه، معناتها واصعب حاجه اصعب حاجه انك توصل للثقه نتاع اللي يجي باش يشري من عندك. هذه ماهيش سهله اون بلوس انت ماهوش اختصاصك. يا بنتي شنو تقولي نمشي نعمل نتبع باليوتيوب واللي تتبارك الله ربحت معناتها كليونات. ما تجدش على على مثلا باش نقص عليك مثلا كي بديت سورتو بابا، معناتها ماما مشات معانا والكل، بابا يقول لي باهي اما راهو غرام برك، معناتها مسكينها وتعب فينا وحقرانا والكل، معناتها اوبجيكتيف نتاعو باش يلقانا نخدموا في حاجه قارينها. كي لقانا توا بالعكس يدور بالعكس فيغتي اللي هو بناتي يخدموا بناتي يشوفوا يدخل الباج نتاعهم، معناها سيتين فيغتي. من بعد تولي لي بارون معناتها صحيح من الاول ما حبوناش هكايا، ما تعرفش شنو تنجم بالكش تولي تعمل المارك تا بروبخ مارك معناتها من بعد راهو ما تحقرهاش يا ولادي يهديكم ربي، ما تحقروش حتى شيء تعملوا فيه. راهو اذا عملت حاجه بغرام وبمحبه كبيره راهي باش تبدا صغيره قد هكا، على قد ما تعطي فيها انت على قد ما بعديك ربي يبارك لك فيها وتكبر وبالكش تتميز فيها وتولي كونكورون. صحيح بعد بالكش العباد تخاف منك راهو تقول انزل عندنا ماركه هذيا. نحن لي جاتو بيرسوناليزي يبعثوا لنا الموديل من الانترنت ولا من الباج نتاعنا تبارك الله عندنا خيرات. معناها دونك نحن معناها بريسي نبداو في البريسيزيون ونحاولوا نوصلوا الفينيسيون اللي الكليون يحب يخلط لها. هذا دو ان دو دو. علاش حبونا زاده الكليونات حاجه اخرى اللي نخدموا الزمني، معناها نخدموا مثلا تو مثلا بقلاوه برشا عباد يخدموا بقلاوه، نحن بقلاوتنا يجيونا بالذمه الخطر الزمنيه نتاع قبل. اي سناني عاده هوني ما عادش يوتيوب هوني فما دي فورماسيون نتاع حلو عربي راهو حلو العربي الزمني الرسمي الواحد ما واش تفادليك. دونك بدينا خدمنا وبعد ولينا خدينا لي روسيت نتاع مامتي، انا مامتي فرنسيسه ومامتي تونسيه. دونك خديت الكارنيه والفرنسيه شنو هي علاقتها بالبقلاوه وقت البقلاوه التركيه؟ اللي نحكي لك معناها دوكم لي تاخت وكل شيء تعلمنا منها والعرب التونسيه تعلمنا منها حالين البقلاوه تو انا معناتها يجيو بساعات عباد يشوفوني يقولوا لي انت تحل البقلاوه انت واختك تحلوا البقلاوه هذه، معناها حاجه معناتها بالعطر شيء مفوحه بيغ بور، معناها حاجه اللي ما لازم يكون بيغ بور. اي فوالا اللي دوماج نحن تو نشوفوا في لي باتيسري تنحيك الكشكوش عملوا البعض يبعدوا عليهم ولينا اكثر كوميرسيال معناها توا في الدومين فهمت. دونك نحن هكا وبدينا حاجه اخرى اختارونا نحن اللي عملنا لي بوفيه نتاع قصر السعيد البالي نتاع قصر السعيد، معناتها اي سيمينار عندهم ايفينمون سيرتو نتاع اي حاجه تابعه للبيات والكل ياطرنا السيد عبد الستار عمامو يعطينا الحاجات اللي حبنا معناتها نركز فيهم باش كي نعملوا نحن البوفيه يكون اتام نتاع البيت نتاع ليفينمون اللي انتم كحلوة المغارف وكل شيء الحاجات ما عادش موجودين معناها. دقيق هذايا الكل وين عملتوا الفورماسيون؟ ما تقوليش نمشي لماماتي ونمشي من عند شكون باللي يكون معناتها ماكش انا هاي ماما تحل البقلاوه معناتها الزنير واحد واختي ما اختي تبارك الله فالحه انا طلعت الله غالب عليا ايديا فهمت. دونك لازمك فورماسيون يظهر لي باش توصل بالحق وتكبتي الحكارات في راسك وتفهم ومش كيف ما تغزر تتفرج كيف ما تتعلم بيديك وتعاود وتخدم وتعاود وتقد امورك فهمت. اي طبعا مثلا كيما لي جاتو كي تجينا تشوف انت لي جاتو الاولانيين تحس فما دي فورماسيون فما بعد فوالا بشوي بشوي راهو حتى كي تعمل فورماسيون سورتو في كيك ديزاين بالخدمه تولي عندك البراتيك والفينيسيون تتحسن فهمت. هذه اما لازمك زاد تكون موهوب شويه قبل عندك شويه اختي عندنا بوزاخ وانا من الاول مغرومين نعملوا حاجات بيدينا معناها ما لقيناش مشكله في هذه. سينو انت قلت لي على فورماسيون انا ما نكذبش عليك بديت على الانترنت نتبع نتعلم غلط برشا مرات حسنت صلحت حطيت التوش نتاعنا كسوا انا ولا اختي ومن بعد عملنا لي فورماسيون لي اون لين معناها فيكو نحن وليت عندنا شارج
كبير نتاع خدمه اون بو با سو ديبلاسي اكثر. ساعات نمشي نعمل فورماسيون كتبدا هكا نتاع كلكو جو لازمك تمسي سينو سو انترنيت ناخذ فورماسيون نتبعها. ما نكذبش عليك المره الاولى باش تجيك سافا با وحتى الكو باش يطلع لك ارخص من انك نتبع زاد دي شارج باش ينقصوا عليك. احنا مازلنا كي بدينا قلنا يا هادي معناها بالحق دونك كي كمان تطور روحك بشويه بشويه معناها وتحسن باهي الكونكورونس من الاول. كيفاش لقيت روحك بارابور للكونكورونس والقرايه نتاعك سيغتينمون راهي نجمه تتعاونك في المجال هذا. انا يمكن كي بديت حاجه اللي خدمتني معناها اللي كي بدينا زوز ما كانش فما كونكورونس نتاع توا معناها انا حسيت بعد الكورونا برشا عباد ولاو حالين دي باج ويخدموا ويبيعوا وكل شيء. انا معناتها ربي نجح وربي يوفق الناس الكل معناها. اما نحن لينا 8 سنين 9 سنين نخدموا وقتها ما كانش فما برشا دي باج فيسبوك يخدموا في هذا معناتها في الدنيا هذا. يمكن هذاك علاش توا كي فطنوا العباد لقونا نحن عندنا برشا عباد يتبعوا فينا برشا دي غوتور لقاو معناتها مئات لي جاتو محطوطين على الباج موجودين. دونك يمكن هذا زاد الكليون كي يدخل ياخذ كريديبيليتي زاد يقول لك هذه قديمه راهي ولا كيما تبارك الله باش يلقى خيرات ربي ويلقى سورتو عرايسنا واي واحد يعمل لنا واللي غوتور وكل نتاعهم تهبطوا فوالا دونك يرتاح حتى كي يجيك طوليت. انا والله ما عنديش مشكله معناتها اللي يجيونا سيغ بلاس في اللابوغاتوار نتاعنا معناها يمكن انا تو لوبجيكتيف نتاعي باش نحلوا بوان دو فونت يمكن خاطر فما دي برودوي اللي يتباعوا اكثر في لي بوان دو فونت معناها ما تنجمش يجيك سيغ بلاس يمكن تتقص بار مورسو ولا حاجه. اما سينون الكليونات بالعكس لو في ميزون رجع على الاخر وحابين على الاخر اي معناتها ماهمش متقلقين ويحبوا على العباد ثقه اللي بالرسمي ما عادش حاجه عرفتها كي تلقى تمشي الباتيسري يلقاها كله على بعض ويحب حاجه معناتها تراديسيونيل نتاعنا الحاجات اللي مخدومه كيف ما تقول انت في حقها وحاجه الزمنيه هذيك الناس الكل رجعت وماذا بينا بنقص السكر وبنقصك الزبده اللي تبدا ما هيش حيوانيه ما هيش اصليه ماذا بينا حاجات صحيح اغلى شويه اما حاجه مرتوبه. نقول لهم كليوناتي حتى لي جاتو حتى جاتو نتاع هكا عشويه معناتها مش لازم بيرسوناليزي نقول لهم طول المراه تخدم وكل شيء في عوض انت تخدم في دارك معناتها تعمل خبزه جاتو في دارك تجينا لنا نحن تاخذها وتتهنى على اولادك معناتها خاطر حاجه مخدومه بذمتك ماهيش حاجه قديمه والا بالعكس تقول لي انت شنو تحب نخدم لك نجم حتى توصيك تقول لك مثلا ولدي عنده حساسيه من هذه ما نعمل لك ايش ادري شنو دونك انت تعمل حاجه بيرسوناليزي اقل سكر اقل حاجات تتقلقوا. المشاكل اللي عرضوكم تو احنا ديما اشك فوا وين يجينا حد لهنا يحكي عن النجاح نتاعو سيغتينمون نحب نبينوا للناس راهي الدنيا ماهياش يبان بوردي ولا فيون غوز راهو فما مشاكل اما مادامك تشد صحيح وكل راه في الاخر تخلط النجاح اللي انت تلوش فيه. جاتنا بيريود احنا حتى في ديارنا ما نجموش نعملوا حتى الكيك العادي نجموش نقدوه خاطر لا فما لا فرينه لا زبده لا حليب لا سكر تبارك الله تونس عامره وما شاء الله معناها اي شو تعملوا كيفاه؟ والله نحن يمكن على خاطر لي فورنيسور نتاعنا سينسو بينا دونك يبدا عندك انت كليونات معناتها ديما ياخذوا من عندك وكل شيء ديما يحبوا يوفروا لك معناها حتى امينيموم صحيح معناتها مش كيما يجيبوا لك شكاره كبيره كيما كانت قبل مثلا الفرينه والسكر موجودين اغوغو توا بالعكس الفورنيسور يولي هو يفركس باش تشري من عنده كل شيء وهوكا يعطيك مثلا كونتيتي حتى صغيره نتاع فرينه ولا سكر فهمت دونك ونمشيو بابا الحمد لله ما وقفناش الحمد لله وان شاء الله ما تقفوش يا ربي سينو لي بروجي فيتور اللي تخموا فيها ان شاء الله نزيدو نكبروا المشروع اكثر من هكا بقدره الله ولوبجيكتيف بوان دو فونت صغرون خلينا نخدموا حاجات معناتها تبيعوا حاجات ما نجموش نبيعوهم سوغ انترنيت معناها تكون حاجات معناتها في ميزون دو تيغوار اكيد انواع نتاع كيك فواياج وكل شيء دونك نحبوا تكون حاجه اكسبوزي ويشوفها الكليون يمكن تكون يحبها خير فوالا خير من اللي تبدا حاجه سوغ انترنيت ان شاء الله ان شاء الله لوبجيكتيف ان شاء الله يا ربي سحر ميرسي بوكو على حضورك بحذانا ميرسي على خاطر قسمت معانا قصه النجاح نتاعك ميرسي على خاطر جبت لنا الخبز الجاتو هذايا اللي حاضره معانا اليوم 10 على 10 هذايا بعنوان البرنامج صنعتها للا سحر الصدفي هي واختها اختي غاليه غاليه الصدفي محلى اساميكم على فكره كيك ديزاينر الاخوات زوز ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله بالتوفيق ليكم انتم زاد الساده المشاهدين ميرسي بوكو على متابعتكم لينا تيلت
الموسم الاولاني الكل من برنامج 10 على 10. نحب نقول لكم ميرسي بوكو، ميرسي على تشجيعاتكم لينا، ميرسي على اقتراحاتكم، ميرسي على حضوركم بحضانا اللي تفرجتوا وحبيتوا تكونوا حاضرين معنا باش تقسموا معنا قصه النجاح نتاعكم، ونورتونا برشا بحضوركم. دونك ان شاء الله يا ربي نتقابلوا في السيزون الجايه من 10 على 10. اليوم هي الحلقه الاخرانيه من السيزون الاولانيه. نحب نقول لكم عيدكم مبروك ان شاء الله يا ربي، بوسات كبار كبار كبار، صيفكم مبروك، والى اللقاء في السيزون الجايه. باي باي، تشاو.